عشان تعرف أكتر عن حالة الطقس النهاردة مشرفنا على التليفون دكتور محمود القياتي عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور ويوم حضرتك سعيد. صباح الخير على حضراتكم وعلى كل السادة المشاهدين. أهلا بحضراتكم. أهلا بك يا دكتور. يعني في البداية كان في خبر شفناه خاص بتوقعات وكلام عن أن يكون في موجة حر جاية الفترة القادمة، يعني حضرتك توضح لنا الجزئية دي وهل الكلام ده حقيقي ولا لا؟ مش هنقدر نقول طبعا انه ارتفاع في درجات الحراره، لكن احنا اليوم وغدا هتكون درجات الحراره العظمى على القاهره 37 درجه مئويه بارتفاع بمعدل درجه تقريبا عن الامس، يعني ارتفاع طفيف وغير ملحوظ. وبالتالي ال 37 درجه مئويه اللي هنسجلها اليوم وغدا دي هتكون اعلى من المعدلات بحوالي درجه لدرجتين تقريبا، لكن العنصر المهم اللي مكمل معانا ودايما بنأكد عليه هو نسب الرطوبة العالية بشكل كبير خلال التوقيت ده، واللي بتخلينا نحس بدرجات الحرارة وكأنها 39 أو كمان 40 درجة مئوية. فنقدر نقول إنه طقس اليوم مشابه لطقس الأمس إلى حد كبير مع ارتفاع درجة واحدة تقريبا، كمان استمرار الشبورة المائية الخفيفة اللي بتكون خلال ساعات الصباح الباكر على شمال الجمهورية، رياح معتدلة على أغلب مناطق الجمهورية يمكن بتنشط في بعض الأحيان بنشاط لا يتجاوز 35 كيلومتر على الساعة، لكن بكرة إن شاء الله متوقع أن نشاط الرياح ده على محافظات جنوب الصعيد قد يكون مثير لبعض الرمال والأتربة هناك، ده إجمالا من حيث درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة وأيضا نشاط الرياح. طب هل نشاط الرياح ده مؤثر على البحرين الأحمر والمتوسط في أعمال الملاحة أو التنزه؟ بكرة إن شاء الله هيكون في اضطراب نسبي أو ارتفاع نسبي في الأمواج على شواطئ البحر الأحمر، هتوصل لـ 2.5 المتر هناك كمناطق من البحر الأحمر من خليج السويس، هتصل عليها ارتفاعات الأمواج من 2 إلى 2.5 المتر، لكن البحر المتوسط هتوصل ارتفاعات الامواج هناك الى 2 متر فهي معتدله الى حد كبير، لكن لازلنا بنؤكد ان حتى ارتفاعات الامواج خلال الفتره دي لما بتوصل ل 2 متر على شواطئ البحر المتوسط دي ممكن على بعض المناطق او بعض الشواطئ من البحر المتوسط تكون غير مناسبه بالنسبه للافراد او المصيفين هناك، علشان كده ممكن مع ال 2 متر يتم اتخاذ بعض الاجراءات او التدابير الخاصه بالمصيفين على بعض شواطئ البحر المتوسط، علشان كده بناكد على المواطنين هناك باتباع التعليمات بشكل. طيب هل في يعني حضرتك ممكن تحدد لنا الاماكن برضو اللي ممكن يكون فيها، يعني قبل كده حضرتك ذكرت ودكتوره منار ان من السلوم لحد تقريبا الاسكندريه ويمكن توصل لبلطيم بان الامواج تكون مرتفعه وممكن اغلاق بعض الشواطئ، نفس الوضع اليومين دول ولا مختلف؟ خلينا نقول ان مع 2 متر مش هيتم غلق شواطئ ان شاء الله على اي من شواطئ البحر المتوسط سواء الشرقيه او الغربيه، لكن الاثنين متر ممكن يكون معاها بعض التدابير الاحترازية، مثلا تحديد أعماق معينة داخل البحر أو داخل الشاطئ، لكن خلينا نقول نأكد برضو أن ارتفاعات الاثنين متر دي ممكن تكون على القطاع الغربي من البحر المتوسط، بنتكلم عن شواطئ مطروح بالكامل وبعض شواطئ من اسكندرية، لكن زي ما قلنا إن شاء الله مش هيؤدي إلى غلق لأي من هذه الشواطئ. طيب يا فندم بالنسبة للرطوبة الموضوع مستمر معنا لحد إمتى؟ لأن زي ما حضرتك دايما بتوضح لنا هي اللي بتعمل الارتفاع اللي بنحسه أكتر في درجة الحرارة من 2 ل 3 درجات زيادة. الرطوبة طبعا يمكن أعلى نسب رطوبة بنسجلها في فصل الصيف بتكون خلال الشهر الحالي شهر 8، كمان بيساعد على إحساسنا بشكل كبير بارتفاع نسب الرطوبة هو الهدوء الكبير لسرعات الرياح. الرياح هادية أغلب فترات اليوم، يمكن بنلاقي بعض النسمات الخفيفة خلال ساعات المساء، دي أهم العوامل اللي بتخلينا كمان نحس بنسب الرطوبة مكملة معانا يمكن لحد بداية سبتمبر، وإن شاء الله في سبتمبر يبدأ مرور ما يعرف بالمنخفضات الجوية وإن كانت ضعيفة، دي بتؤدي إلى تخفيف نسب الرطوبة نسبيا، حدوث بعض نسمات وهبات الرياح، لكن بنأكد إحنا حاليا بنعيش في ذروة ارتفاع نسب الرطوبة. نشكر حضرتك جدا دكتور محمود القياتي عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية.